طب السلام عليكم مرة ثانية. قبل ما ينقطع البث زي ما بيقولوا، كنا نتحدث عن التيرمينيشن. قلنا التيرمينيشن احنا بنتحدث عن خطوات الستبس تاعت التشين بوليمرايزيشن. ذكرنا انه عندنا انيشيشن بروباجيشن وعندنا التيرمينيشن. كنا عم نتحدث عن التيرمينيشن، فبنقول التيرمينيشن يكون في عندي تشين ذات از بروباجيتنج وتشين ثاني that is propagating. هلا التيرمينيشن بيتم باحدى طريقتين، اما بصير عندي what we call، او في اكثر من طريقتين بس يعني هذول اللي امامنا الان. disproportionation بسموها، لما one end عند الفري راديكال تشبك مع الفري راديكال الثاني فبطلع عندي هذا التشين النهائيه. هاي التشين النهائيه او اوكي الفري راديكال اللي هون والفري راديكال اللي هون بصير في تفاعل بين هذا الجزء وهذا الجزء، اوكي، وليس بين التشين والتشين، اوكي. فواحده بتسكر والثاني برضه بتسكر بس بتعمل دبل بوند، يعني واحد من الهيدروجين بيروح على بيعمل ساتوريشن على جهه وبيعمل ان ساتوريشن على الجهه الثانيه، فبطلع عندي تو تشينز. فهاي بطلع عندي تشين وتشين، هون بطلع عندي تشين طويله طولها دبل او توايس، عباره عن طول التشين الاولاني والثاني مع بعض. على كل حال ذا مود اوف تيرمينيشن كان هاف، على فكره من طرق التيرمينيشن اللي مش مذكوره هون، انا ممكن افوت ممكن في وقت معين، في وقت معين انا افوت فري راديكال انا من عندي. بعدين معنا ليش هاي الكروت انا افوت فري راديكال وافعله مع هاي بحيث انه نسكر عليها، بس هذا يعني صعب يتحقق لانه احنا ذكرنا انه البروباجيشن ستيب از فيري فاست لدرجه انه بكون معيش وقت من ناحيه عمليه اني اضيف تيرمينيتنج فري راديكال، بس نظريا هذا الحكي ممكن نقول نظريا. طيب المود اوف تيرمينيشن يعني الديسبروبورشنيشن او كابلينج can have an effect on the final molecular weight. مين بيعطيني molecular weight على ال coupling وال disproportionation؟ أمامكم الجواب، مين بيعطيني molecular weight على؟ disproportionation. نعم، disproportionation هذا هو ال final product. بال coupling الفاينل برودكت اما هذا، مش اما هذا، هو هذا وهذا، وكل واحد من هذول الاثنين طوله اقل من طول هاي التشين لانها فيها ار1 وار2 كجزء من الطول الكلي، وهنا هي بس ار1 وهي بس ار2، فبالتالي اكيد الديسبروبورشنيشن بيعطيني موليكولار ويت اعلى. طيب الشورت هاند نوتيشن فور ذيس رياكشنز is as follows. بيلزمني الشورت هاند نوتيشن لانه بدنا نتحدث بعد شوي صغيره عن الريت كونستانتس، هذول عن هاي الريت كونستانتس. اوكي والله خليكم معي شوي على الخط. السلام عليكم.
طيب عفوا، كان عندنا تليفون ضروري نرد عليه. طيب فقلنا هذا الترميز اللي امامنا pay attention، لانه هذه الريت كونستانت هذول كي اي وكي بي وكي تي حنذكرهم بعد شويه صغيره. والترميز اللي عندنا هون يعني له معنى، يعني كي اي اللي هو الريت للانيشيشن، الاي فور انيشيشن، البي للبروباجيشن، والتي للترمينيشن، لانه حيصير في عندنا ثلاثه ريت كونستانتس، واحد له علاقه في الانيشيشن ستيب، والثاني بالبروباجيشن ستيب، والثالث بالترمينيشن ستيب. الان الاي اللي هي اختصار للانيشيتور، انيشيتور، الام اختصار للمونومر، والار اللي هي يعني البوليمر النهائي. اوكي البوليمر النهائي. فنقول as seen here each reaction is characterized by a rate constant. Okay. Kp is the same for a chain of any length. ليش ال propagation rate constant is the same؟ السبب التالي. It is a cornerstone of polymerization theory that the reactivity of a growing polymer or polymer chain depends almost completely on the last unit added. Last unit added and not on the previously added units or on the length of the chain. يعني chain اللي طولها 100 والchain اللي طولها 10 أس 5 أهم خطوة فيهم آخر مير بينضاف. Last unit added آخر مير بينضاف هو اللي بيحدد الريت. Therefore, the rate of propagation, لأنه ما له علاقة في موضوع الrate reaction كاملا، يكون is the same for any for a chain of any length. وعن هذا بسهل علينا بعد شوية صغيرة أشياء في الموديلينج للكينيتيك ستات سيستم هذا. The kinetic model consistent with this mechanism, اللي هو إنه ال Kp, the propagation rate constant is the same بغض النظر عن طول الchain. Is simple provided that the following assumptions are valid. شو الassumptions؟ عندنا الassumption رقم واحد reaction proceeds slowly، والreaction عفوا والassumption الثاني the propagation reaction occurs so much more often than the other reactions that it is effectively the only process that consumes the monomer. فبصير rate of polymerization minus dm على dt، m اللي هو concentration المونومر is equal to kp في concentration للfree radical m مع المونومر concentration. والassumption الأولاني reaction proceeds slowly. Okay, slowly enough that a steady state is reached where the radical population does not change rapidly with time. يعني ddt of the free radical concentration و DDT of the free radical concentration سواء free radical مضاف من خارج السيستم أو من المونومر نفسه both are zero. وبالتالي بإمكانك تطبق هذا الحكي مثيرة بنس على السيستم، بيطلع أن المعادلة هاي 4-1 و 4-2. بديش أخوض في التفاصيل تاعتهم لأني بدي أوصل للموديل النهائي. Under these conditions we get what we call first order dependence on the monomer and half order dependence on the initiator. فبصفي الريت ال R sub P، ال R sub P اللي هو ايش؟ الريت of polymerization. اوكي الريت of polymerization عبارة عن الكومبينيشن اللي امامنا حاليا. هذول كلياتهم عبارة عن rate constants، وهاي الكونسنتريشن للمير او المونومر عفوا، وهاي الكونسنتريشن للانيشيتور raised to the power 1/2. هذا بتعطيني الـ overall rate of reaction للبوليمر. P الآن هون مش propagation وإنما P للبوليمر، بينما P هاي للبروباجيشن ستيب. يعني معلش الترمينولوجي مش عجبتني كثير، بس نلتزم بالترمينولوجي تاعت الكتاب. If only a certain fraction of initiator fragments, initiator fragments can successfully react with monomer, then we have هذا الحكي. شو الفرق بين هذا واللي فوق؟
حطينا F في KI بدل KI لحالها. ليه؟ لأنه قلنا إنه مش كل الانيشيتور بيتفاعل وإنما فراكشن منه. هلا إذا كان الفراكشن هذا واحد يساوي 1 يعني كله، بصفي المعادلة هاي نفس اللي فوق. Okay. As a first approximation, F will be assumed to be equal to unity يعني to 1. هلا in real life actual values لل F هاي بيكون ما بين 0.8 إلى يعني plus minus 0.2. هلا frequently in experimental studies the monomer concentration is measured as a function of time. تذكر وين المونومر بنقيسه في الاكسبيرمنتال ستاديز، معناها في عندي بيكر مثلا وهاي المير تاعه، وبضلني اخذ سامبلز، بضلني اخذ سامبلز لا من السوليوشن اللي عم بيصير بالمره، وبراقب المونومر، براقب المونومر. هلا المونومر شو بده يصير فيه مع الزمن هون كونسنتريشن؟ بزيد بنقص ولا بتغيرش؟ بقل طبعا، بده يقل، ما هو عم بتفاعل بده يقل. اوكي، فبالتالي we measure its concentration as a function of time اللي بدها تكون decreasing for various starting concentrations and initiator and at various temperatures. اوكي، وبالتالي بيطلع لنا كيرفات كلياتها نازله نزول، كلياتها هاي التايم. اوكي، هاي التايم بس حاطينها بشكل يعني نون دايمنشنال، وهاي المير كونسنتريشن بالنسبه للانيشال يعني ام على ام، يعني عملت لها نورماليزيشن. وبالتالي بنلاحظ انه دائما الكونسنتريشن للمونومر نازل ينزول، سواء ستريت لاين او بهذا الشكل او بهذا الشكل، بس نازل ينزول. اذا كانت ستريت لاين بيكون فيرست اوردر، اذا كانت نازله بهذا الشكل بيكون زيرو اوردر، واذا كان بهذا الشكل بيكون سكند اوردر. When making high molecular weight polymers, relatively few initiator molecules will be consumed compared to the number of monomer molecules. Okay. وبالتالي بإمكاننا if I can be assumed to be essentially constant اللي هو initial concentration للinitiator can be integrated to give المعادلة التالية، المعادلة اللي هي differential equations الآن. مش differential بس يعني you want to integrate it from time zero to the final time. نعمل integration. You integrate this with respect to time. فبالتالي يعني تحط هون dt. هون dt. وهون d و d whatever. Okay. لأنه الريت هو change with respect to time، فهذا بطلع RP، وهون بطلع الحكي هذا ضرب التايم. okay. يعني somehow بيرجع عندي الconcentration initial على whatever the concentration is at a specific time. For various reasons such as diffusion controlled reaction or more complex mechanisms, the experimental order of a polymerization may be more or less than one. على الأغلب يكون حوالين الواحد. Okay. That we will see later في موضوع الامولشن polymerization ممكن يكون order zero. Okay. من أجلها لما نروح على chapter 5. هاي ناقشناها هاي. لا هاي كويلة بدنا نحكي عنها هاي. If conversion is followed only to 50% conversion. 50% conversion يعني نص المونومر تفاعل. Okay. The slight curvature presented by zero to second order reactions may not be readily seen. Okay. هذا وهذا. وبالتالي systematic errors in concentration analysis heat كذا كذا can produce curvatures in such plots which then relate to no fixed order. يعني معنى آخر عم نحاول نبسط المسألة بحيث إنه نستفيد من داتا موجودة لما يسمى الـ half order initiator.
the deviations of many polymerization from first order kinetics and half order initiator often are valuable clue to unraveling the sequence of reaction steps. بدنا نروح للزبدة في هذا الحكي. اوكي الزبدة اللي في هذا الحكي في الاكزامبل التالي. عندنا اكسبيرمنت. في الاكسبيرمنت جبنا 100 جرام مونومر. طيب وواحد جرام بيروكسايد. البيروكسايد سميناه زد اللي هو البيروكسايد هو الانيشيتر. By the way, لما تشوف كلمة peroxides, the peroxides بشكل عام are active materials. They create or generate the free radicals. طيب فلما نشوف عندنا هون من غير ما يحكي إنه هذا هو the free radical, هذا هو initiator concentration. واحد جرام من peroxide مش concentration, هاي كمية. Are dissolved to make 1 liter. فصار of solution in toluene. فعندي medium toluene. حجمه 1 لتر يحتوي على 100 جرام مونومر ويحتوي على 1 جرام بيروكسايد اللي هو الانيشيتر. مباشرة شو معنى هذا الحكي؟ معناها الكونسنتريشن للمونومر انيشيلي شو بدها تساوي؟ مية جرام باللتر يعني وحداتها 100 جرام بير لتر. طيب والانيشياتور كونسنتريشن انيشالي شو بدها تساوي؟ 1 جرام انيشياتور على 1 لتر سولوشن. طيب منكمل. After 15 minutes, إذا time 15 minutes, على 70 درجة سي حدد لي درجة الحرارة، الحرارة إنه لها علاقة بالـ rate of reaction. The polymerization is stopped and the polymer is precipitated by the addition of methanol. هلا الميثانول عبارة عن بس مرسب، يعني ما له علاقة بالتفاعل عشان نرسب البوليمر. هلا رسبنا البوليمر ونشفناه. After drying, the yield of polymer is 20 جرام. هلا 20 جرام من وين اجوا؟ اجوا من المونومر. يعني المونومر بلشنا 100 جرام المونومر تفاعل انتج 20 جرام بوليمر، معناها شو ضل؟ ضل عندي 80 جرام مونومر. يعني المونومر الكونسنتريشن تاعته بعد 15 مينتس شو بدها تكون تساوي؟ يلا تفاعلوا معنا. كان 100 راح منه 20 شو ضل عندنا؟ ضل عندنا 80 بالواحد لتر موجودين بعده اللتر عندنا ما تغير الحجم بيضلوا لنفترض السولوشن بعده زي ما هو. طيب وصار 80 جرام على اللتر. طيب assuming that the concentration of initiator and the density of the solution change negligibly يعني ما في density change ولا الconcentration للinitiator ما تغيرت. بيجي واحد بقول طبعا الinitiator تفاعل جزء منه بس هو لما بتفاعل 1 molecule من 1 جرام بيكون nothing has يعني الكمية اللي تفاعلت من 1 جرام negligible. فهذا assumption يعني no change في الconcentration للinitiator is a valid assumption. وإنه الدنسيتي للفاينل برودكت فاينل سوليوشن والسوليوشن اللي ابتدأنا فيه is the same كمان usually is a valid assumption. السؤال بصير what percentage conversion can be expected okay. السؤال يبدأ من هون. وين راحت؟ من هون بيبدأ السؤال. بده percentage conversion يعني بتحدث عن conversion. شو يعني conversion؟ كم المونومر كم منه إذا كان عندي مثلا لما كان عندي 100 جرام
راح منهم 20 ضل 80. شو الكونفيرجن إلو كان؟ الكونفيرجن الكمية التي تحولت بالنسبة للكمية الأصلية. الكمية الأصلية 100 جرام. How much of this 100 gram has been or have been converted to another chemical, اللي هو البوليمر في الحالة. البوليمر is different than the monomer. البوليمر is the product, المونومر اللي هو المادة المتفاعلة. فكم تفاعل منه؟ تفاعل 20. إذن اللي converted 20. إذن conversion في هاي الحالة 20 على 100 20%. تمام؟ بس هذا مش جواب السؤال. لأن هاي الـ 20% conversion after 15 minutes. هلا هو شو طالب؟ بده الكونفيرجن بعد ساعتين وليس بعد 20 دقيقة، بعد 15 دقيقة. ومش بس هيك، والكمية تاعت المونومر، كمية المونومر مش 100 جرام، لكن أنا بدي أبلش ب 200 كيلو جرام. بطلنا إذا بنش سكيل، بطلنا لاب. اللاب بحط فيه 100 جرام. اللاب ما بحط فيه 200 كيلو، 200 كيلو هذا بده رياكتور، بده طنجرة كبيرة. أوكي؟ فعندي السؤال بده الكونفيرجن بس ضمن وضع مختلف. عند الزمن ساعتين، كمية المونومر 200 كيلو جرام، الانيشياتور 1.5 كيلو جرام بيروكسايد، حجم الطنجرة تاعتنا اللي هو الرياكتور 2500 لتر سولوشن، والسولوشن بعده تالوين والحرارة ثابتة. إذا أعطاني كونديشنز، أعطاني إلها شو بصير التغيرات عندي، بعدين بقول لي هلا بدنا لكونديشنز مختلفة. كمية المونومر اختلفت، التايم اختلف، كمية البيروكسايد اللي هو الانيشياتور كمان اختلفت، وحجم السولوشن اختلف. بس في أشياء ما بتختلف. شو اللي ما بيختلف عندنا قبل ما نكمل؟ شو اللي ما بيختلف؟ التفاعل الكيميائي ما اختلف. بعد المونومر عم بعطيني البوليمر. اللي اختلفت عندي الكميات. معنى آخر الريتس تاعت التفاعلات هاي اللي هم الكي اي والريت كونستانت تاع الانيشيشن والبروباجيشن والترمينيشن، هذول الريتس بعدهم زي ما هم، هذول ما لهم علاقه بالكميات. اوكي، وبالتالي هذول بيكون نقطه البدايه. عندنا سولوشن، الحل لهذا السؤال. بدنا نعرف رمز، بدنا نعرف رمز سميناه كي، كابيتال كي. كابيتال كي هي عبارة عن rate constants lumped together. كيف عندنا lumped together؟ هذا هيك، سماكي بزبط. ثلاثة constants أحطهم one constant، متى ما بزبط ومتى بزبط. هون قلنا انه بزبط، فليش بزبط هون قبل ما نكمل بالحل؟ الريت كونستانت هذا او هذا او هذا، شو اللي بيخليه يتغير؟ اسمه ريت كونستانت، اتس ا كونستانت. شو اللي ممكن يخليه يتغير مع انه كونستانت؟ الأرهينيس إكواشن، التمبرتشر. التمبرتشر، وإحنا هون مثبتين درجة الحرارة على 70، وبالتالي هذول الريتس كي آي وكي تي وكي بي are not going to change بغض النظر عن الكميات، لأنه التمبرتشر is the same. وبالتالي جينا خبصناهم كلهم وعبرنا عنهم بكونستنت موحد، سميناه كابيتال كي. هذا لسه يعني الخطوة الأولى في الحل. فالمعادلة هاي صفت، هذا هاي المعادلة اللي هي إكواشن 4.6. أوكي، هذول هلا بدنا نتعامل معهم. هذا عبارة عن كابيتال كي، وهذا الانيشياتور كونسنتريشن، وهذا التايم. هلا لاحظوا بالمعطى تاعنا، بالمعطى تاعنا الانيشال مونومر كونسنتريشن والفاينل مونومر كونسنتريشن، حطينا هون 1.25. ليش 1.25؟
أول شيء بدنا نطبق، إحنا بدنا نطلع الكونستنت مظبوط عشان أستخدمه للمعطيات الجديدة، فبدي أطبق المعادلة على المعطيات اللي سويتها في المختبر. أنا في المختبر الأم زيرو كانت 100 انتجرام، وبعد ربع ساعة هاي كانت الأم شو تساوي؟ 80. هي مش 80، هي 80 على لتر، وهي كمان 100 على لتر. هلأ 100 تقسيم 80 شو بطلع؟ بطلع 1.25. ففهمنا 1.25 من وين إجا؟ إجا من M dot initial concentration للمونومر على الفاينل كونسنتريشن المونر فاينل يعني بعد 15 مينتس، وايل كابيتال كي اللي هو عباره عن المجموعه هاي مع الباور تاعتها. هلا الانيشال عفوا الاي اللي هي الـ شو قلنا عنها الانيشيتور كونسنتريشن، الانيشيتور كونسنتريشن، الانيشيال كونسنتريشن احنا قلنا بدنا نعتبرها ثابته انها ما بتتغير مع الزمن. وكم كانت تساوي في الاكسبيرمنت اللي سويناها في اللاب؟ قلنا احنا حطينا 1 جرام والحجم كان عندنا 1 لتر سولوشن، اوكي. فهاي 1 جرام ايش الاف دبليو؟ هلا الاف دبليو الفورمولا ويت اوف ذا بيروكسيد، لاحظوا البيروكسيد ما اعطاني الصيغه الكيميائيه تاعته، وانا بدي هون كونسنتريشن. كونسنتريشن للانيشيتور كتعريف للكونسنتريشن هي مول على لتر. الدكتور انت قبل شوي صغير ما استخدمت مول على لتر، حطيت جرامز على لتر. صحيح، لانه الموليكولر ويت هون والموليكولر ويت هون نفس الشيء، وبالتالي حطيت جرامز ولا حطيت موليكولر عفوا مولات بيكون نفس الريشيو. هون انا بدي كونسنتريشن، انا ما عندي كونسنتريشن، عندي 1 جرام لكل لتر، ولازم احط هون كونسنتريشن، بمعنى هون مش اي على اي، مش كسر عشان الموليكولر ويت يكنسل بعضه، الموليكولر ويت ما بيكنسل بعضه، هون بيكنسل بعضه لانه هذا كسر على كسر، عفوا كونسنتريشن على كونسنتريشن. هاي لا، هاي كونسنتريشن فقط مش تقسيم كونسنتريشن. شو وحداته؟ لازم يكون مول بير لتر. طيب انا عندي 1 جرام بير لتر، طبعا هذا الواحد جرام، واحد جرام من الانيشيتور بدي احولها لمولز بير لتر، فبالتالي حطينا هون اف دبليو اللي هي تعبر عن، افترضنا انه اف دبليو هي الفورمولا ويت يعني الموليكولر ويت، اوكي. الاف دبليو حتكون هاي جرام على واحد مول، بصير واحد مول في البسط، فبروح الان جرام عفوا جرام مع جرام بيصفي مول على اف دبليو، اوكي، وبالواحد جرام تاعتنا، فصفى واحد على اف دبليو ريز تو ذا 1 هاف، ال 1 هاف اللي هو الباور هاي، ضرب التايم اللي هو 15 مينتس، اوكي. هاي انا قاعد بلف وبدور جاتني كاتب لكم اياها هون، اللي هي هاي، هاي هيك من وين اجت، وهاي كيف انه ام على ام اللي هي حتكون 1.25، اوكي. 80 بصفي 100 على 80 تساوي 1.25. ذيرفور الان صار عندي هون معادله واحده بمجهول واحد اللي هو الكي، هي سول فور كي، فبطلع الكي تساوي لين 1.25 تقسيم 15 على 1 على الاف دبليو ريز تو ذا باور 1 هاف. هاي الكي. الآن بدي أستخدم الكي مرة ثانية بس تحت الكونديشنز الجديدة، تحت الكونديشنز الجديدة. هلا عند بلانت باتش، أوكي، نفس المعادلة السابقة بتطبق، نفس المعادلة السابقة بتطبق. الاختلاف حيصير عندي في الانيشيتور كونسنتريشن، حطينا 1.5 كيلو جرام في 2.5 لتر. هلا برضه الاف دبليو نفس المعادله السابقه، كيف حولنا الواحد جرام للواحد لتر، كيف حولناها؟ ضربنا في واحد على اف دبليو، هون 1.5 كيلو جرام على 2.5 لتر، هاي التحويله تاعتها، كونسنتريشن اوف انيشيتور، عندنا 1.5 كيلو جرام انيشيتور
على 2.5 لتر سولوشن. هلا واحد مول انيشيتر عبارة عن اف دبليو، هذا رمز بس احنا اعتبرناه الفورمولا ويت، يعني رقم جرامز بير جرامز اوف انيشيتر، هي عبارة عن هذا الموليكولر ويت للانيشيتر. بعدين عبارة عن تحويلات يونتس، جرام مع كيلوغرام، 1000 جرام عبارة عن 1 كيلوغرام، بصير الكي جي بروح مع الكي جي، والجرام بروح مع الجرام، وانيشيتر بروح مع انيشيتر، فبصفي عندنا مولز بير ليتر سولوشن. هاي مول انيشيتر لكل ليتر سولوشن اللي هي 1.5 تقسيم 2500 هاي ضرب 1000 فوق بتصير 1000 في المقام، فبصفي 2.5 واي اف دبليو. وبالتالي لما نطبق على المعادله هاي عفوا المعادله الاصليه اللي هي معادله 4.6 هاي بنطبق بس بالداتا الجديده، فبصفي انا اللي بدي الكسر هذا شو يساوي. الكي طلعناها قبل شويه صغيره، هاي الانيشيتور كونسنتريشن، وهاي الزمن 120 دقيقه، بتعبي بصفي لين ام على ام جا 1.3828، تاخذ الانتي لين اللي اي تو ذا باور، فبطلع الانيشال الانيشال مونومر كونسنتريشن على الفاينل مونومر كونسنتريشن از ايكوال تو 3.98 تقريبا 4، وبالتالي الفاينل مونومر كونسنتريشن از ايكوال تو ام تقسيم الأربعة هاي، فبطلع 0.2509 ضرب الانيشال كونسنتريشن للمونومر. هو بده الكونفرجن، الكونفرجن بصفي الانيشال كونسنتريشن ناقص الفاينل كونسنتريشن على الانيشال كونسنتريشن، ام بتروح مع ام مع ام، فبصفي 74.9 تقريبا 75% كونفرجن. لاحظوا انا ابتدات بتجربه في المختبر، ومن الداتا اللي طلعت معي في المختبر عرفت السايز الصناعي قديش بده يكون كونفرجن لوقت مختلف وكونسنتريشنز مختلفه، غيرتها بس ابقيت على التمبرتشر انها ثابته. ننهي عند هاي النقطه ونكمل في الانديفيدوال بريك كونستانتس في المحاضره القادمه ان شاء الله. السلام عليكم.